يسعى المعلم إلى نهضة المجتمع، فوظيفة المعلم الأسمى على مر التاريخ، ولنا المثل الأعلى في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل المعلمين على وجه الأرض. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 18. المعلم المتميز وفقا للمعايير التربوية، قادرا على التعامل مع المواقف المختلفة، قادرا على اتخاذ القرارات الصائبة، يضفي على جو الفصل روح الحوار المفعل بآرائهم المختلفة، لا يعتمد على الأساليب التقليدية وإنما على الاستكشاف والملاحظة والتعلم بالتجربة، ولديه القدرة على التعامل مع التقنيات المختلفة على مدى واسع. ويبقى المعلم مميزا، وكما يقول الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا.